بعد لما نضفنا البوتاجاز وعملنا البرقة هوريكم ازاي هنعمل البتنجان المقلي. طبعا لما نيجي نقشر البتنجان بنسيب فيه قطع من القشر بتاعه الاسود الجميل دوت، لان دوت فيه غذاء مهم جدا بيغذي خلايا المخ. دلوقتي انا حطيت المقلاية على النار علشان الزيت يسخن وهنزل فيه البتنجان. طبعا البتنجان دوت بعد لما قشرته وغسلته كويس نقعته في مية وفيها ملح علشان ما يشربش زيت كتير لما اجي اقلي. دلوقتي هنزل البتنجان في الزيت اهوت، انا مقطعه عريض لان بحبه عريض يعني سميك كده بحبه كده. دلوقتي كمان هنضف الفلفل وهشيل القمع بتاعه واحط جوه الفلفلايه الملح، وبعد كده بعد لما تحس ان هي اتحدقت شويه بقوم منفضاها من الملح وهنقليها مع بعض. برضه الفلفل اهو بغسله، وبعد لما اغسله هشيل اي حاجه فيه مش كويسه، هشيل كمان اللي هو القمع دوت. بعدين هدخل جوه كل الفلفلايه الملح، هسيبها شويه بعد كده نفضها من الملح وبعد كده اقليها. بقى لما نيجي ننضف الفلفل ان انا بشيل القمع بسهوله ازاي، بضغطه لجوه كده واقوم شداه فبيتشال بسهوله جدا زي ما احنا شايفين. يبقى انا بعمل ايه، بقوم ضغطه لجوه شويه كده لجوه واقوم شداه، ما بحتاجش السكينه ولا حاجه. بعد كده بجيب الملح واقوم مدخله شويه الملح كده جوه الفلفلايه بالطريقه دي، طريقه جميله خالص. بعد لما يتنقع يعني او يستب شويه في الملح بقوم منفضاه منها قبل لما اقليه في الزيت. دلوقتي انا قطعت الطماطم ورشيت عليها شويه ملح وخمرت البتنجان، حمرت كله، ودلوقتي بحمر الفلفل. ودلوقتي هوريكم ازاي هعمل التومه بالخل واحط الطماطم واحط البتنجان والفلفل وهوريكم كل حاجه. لما خلصت الفلفل وقشرته بقطعه قطع صغيره واجيب طاسه نضيفه واحط فيها زيت، والزيت دوت بحط فيه توم واحطه على النار. التوم دوت انا كنت عاملاه في الخلاط او في الميانتا ومحتفظه بيه في اكياس في الفريزر، لما بحتاج منه جزء بطلع. بعد كده لما تلاقي التومة خلاص قربت تصفر، هسيبها لغاية لما تصفر يعني، هنزل عليها بالخل. ما اقولكوش بقى على الريحة الجميلة اللي طالعة دلوقتي. بعد كده هنزل عليها بالطماطم اللي انا مقطعاها ومتبلاها بالملح، وهضيف عليها كمان شوية كمون وفلفل. جبت صينية وفردت فيها البتنجان. طب انا ليه حطيت البتنجان في الصينية، ليه ما سبتوش في الطبق وحطيت عليه الصلصة؟ كده بيكون احلى، الصلصة بتوصل لكل اجزاء البتنجان، وبعد كده ممكن كمان بحطه في الفرن بيبقى جميل خالص. طيب انا المرة دي كمان هحط معاهم الفلفل، يعني هعمل مكان كده في الصينية. انا ممكن احطه كله على بعضه بس عشان اللي يحب ياكل بتنجان لوحده واللي يحب ياكل فلفل لوحده، فعملت كده اهوت مكان. طبعا الفلفل مقطعاه مقشراه ومقطعاه وهحطه هنا كده. وهنزل بالصلصة اللي انا خلصتها او الطماطم اللي بالخل والتومة على الصينية، وبعدين هوريها لكم. ده شكلها النهائي. ممكن تحطيها في الفرن تتحمر وممكن تسيبيها كده زي ما هي. كده ديت صينية مسقعة بالطريقة البلدي بتاعتنا العادية جدا. في ناس بقى بتحط عليها بشاميل، انا بحبها كده بتبقى خفيفه، ممكن نعمل بيها سندوتشات، ممكن ناكلها على السحور، ممكن برضو حتى ناكلها على الفطار. وكل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش تعملوا متابعه لقناه اخترنا لك وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. مع السلامه.